ولفهم الظاهرة ظاهرة أو عاصفة دانا ينضم إلينا من طنجة عبر سكايب الخبير في علم المناخ أستاذ سعيد قروق. أهلا بك أستاذ سعيد قروق. بعد فالنسيا مرحبا سيدتي. مرحبا. إذا بعد مرحبا فالنسيا ها هي مدينة برشلونة تتنفس هي الأخرى تحت الماء. بماذا تفسر علميا هذه المشاهد التي تعتبر استثنائية وغير مسبوقة في إسبانيا على الأقل لأزيد من 50 سنة؟ مرحبا سيدتي ومرحبا المتابعين الكرام. الاستثناء في الظاهرة هي كمية التساقطات وليس الظاهرة في حد ذاتها، لأن الظاهرة مألوفة في هذه الفصل بالضبط من السنة، أي في فصل الخريف. لماذا في فصل الخريف؟ لأن فصل الخريف يرث حرارة الصيف ورطوبة الهواء الصيفية كذلك مرتبطة بارتفاع الحرارة. للتذكير، كلما كانت حرارة الهواء مرتفعة كلما كان التبخر عاليا وكلما كان بخار الماء في الهواء عالي جدا، وبالتالي فصل الصيف هو الفصل الذي يكون فيه الغلاف الجوي مملوءا بالمياه. لذلك حينما تتساقط الأمطار أثناء فصل الصيف تكون الأمطار مهملة ومخربة جدا لأن المياه تكون كثيرة. الذي يحدث الآن أو الذي حدث في جنوب شرق إسبانيا سبقا حدث في المغرب، وهو ما نسميه بالبؤر الباردة أو لاغوتا فريا في إسبانيا. البؤر الباردة هي عبارة عن حجم معين من الهواء البارد ينسحب وينقطع من مصدره الأصلي الذي هو شمال أوروبا فوق المحيط الأطلسي ولكن كذلك فوق القارة، ويندس داخل الهواء الدافئ الحار والذي يخيب فوق شمال إفريقيا وكذلك فوق شبه الجزيرة الإيبيرية. هذه العملية تخلق اضطرابا وخلخلة عمودية في الكتلة الهوائية الدافئة، وهذا ما يؤدي إلى تكاتف المياه الموجودة في الهواء، الشيء الذي يؤدي إلى أمطار عنيفة جدا. سيد سعيد قروق، سيد سعيد قروق، ما هي المناطق المعنية بهذه الظاهرة ظاهرة البؤر الباردة أو غوتافريا؟ المناطق هي المناطق التي تشابه شمال إفريقيا وجنوب أوروبا، سواء في على وجه الخصوص بين افريقيا واوروبا، لان بالجهه الاخرى في الولايات المتحده تحصل نفس الظاهره، انما التضاريس لها قانونها في تلك المنطقه اكثر من عندنا، لان التضاريس هناك ممتده طوليا كبيرا، الا ان في المغرب وفي اسبانيا متقطعه، ولا سيما هناك البحر الابيض المتوسط الذي يضيف طاقة إضافية لهذه الاضطرابات التي تحصل بفعل البؤرة الباردة. النتيجة هي أن الهواء الدافئ والذي يتغذى من جديد بالطاقة المتوسطية البحر الأبيض المتوسط تجعل هذه الكتل الهوائية الدافئة أكثر حيوية وأكثر قوة، وهذا ما يجعل أثرها في الميدان صعب جدا، وهذا ما تميز بكثرة الأمطار التي تساقطت، لا سيما وأن هذه العملية يجب أن نضعها في إطارها العام، ألا هو الاحترار الأرضي أو المناخ الجديد المحترم، والذي جعل السنوات الأخيرة أكثر السنوات حرارة، لا سيما سنة 2023 كانت أعلى السنوات حرارة منذ أن بدأنا في قياس هذه الظاهرة، أي حرارة الأرض. وبالتالي هذه الحرارة ظلت موجودة في الهواء وموجودة في المحيطات، وهذه الحرارة هي التي أدت إلى ما عشناه في أقاليمنا الصحراوية في الواحات في سبتمبر الأخير، بالرغم من أن الميكانيزمات والأسباب مغايرة. هذا ما حصل اليوم في شبه الجزيرة الإيبيرية يرتبط بنفس الأسباب، وهو الاحترام الأرضي والرطوبة الكثيرة في الغلاف الجوي. نعم. شكرا لكم أستاذ سعيد قروق أستاذ علم المناخ، كنتم معنا عبر سكايب مباشرة من طنجة.